بس كان بدي أوضح للأشخاص اللي مثلي، بس قريت اسم المتنورون أول شيء فكرت إنه هن الناس اللي بيعرفوا المسيح، يعني هذا الشيء اللي إجاني بالأول. ففي حدا صديقتنا جوليت كمان كاتبة إنه هل تقصدوا إنه هن اللي عندهم نور المسيح؟ فبعد هالحلقة أكيد ما بقى رح نسأل هيدا السؤال، صرنا عارفين من هن الشياطين بملك نور، تمام. مشان هيك عم نقول إنه متنورون، هن مسمين حالهم هيك، تمام. وفي صديقة اسمها أحلام ردت على، في كثير عالم ردوا تقريبا بنفس الصيغه او بنفس الفكره، هم اعطوا انفسهم لرئيس هذا العالم اللي هو ابليس حتى يهب لهم كل ما في العالم من شهره وغنى. فبس هيك كنت حابه اوضح هذا الشيء، انه المتنورون هن مش مخصهم بالايمان والناس اللي عطوا حالهم للرب يسوع، هن بالعكس من الاشخاص عطوا حالهم لابليس لرئيس هذا العالم مثل ما شفنا هلا. بتعرفوا المحزن، تعرفوه ولا مش نيكي ميناج، شو اسمها؟ كاتي بيري. هي اصلا كانت بنت قسيس، وهي بلشت از كريستيان يعني كمرنمه، بعدين كانت بنت قسيس، واول غنيه طلعت فيها انه كثير فيها شعوذه. ايه بس قالت بمحل يعني بانترفيو هيك، قالت انه انا كمان نفس الشيء، قالت انه انا اعطيت روحي للشيطان. وحده من هون يعني لتوصلي لتقوليها، يعني لا بالمزح ولا بالجد ولا بالسكولر، يعني ما بتنقال. يعني ليه بدك وحده لهالقد لازم تكون سمعت وعرفت لوحده بنت قسيس توصل لتقول انه انا كمان بعت روحي للشيطان؟ يعني كثير قايلين منهم. كثير مبسوط انه اليوم عندنا كثير اشياء، باي ذا واي كثير عالم عم بتدق. في عندك واتساب؟ عندي واتساب فويس. في اتصال، ناخذ الاتصال. يلا باخذه انا. مساء الخير. مرحبا هوري، ابي نادر معكم. اهلا هوري، كيفك حبيبي؟ ماشي الحال، انت كيف؟ نشكر الرب الحمد لله. تفضل هوري، شو بتحب تشاركنا؟ لحب اشارككم بمرقس 16 اي 17. نعم. أهلا حبيبي، كيفك؟ بدي أقول لكم أنه بالنسبة لهالأمور اللي عم بتصير مثلا مع الناس، مش كل الناس فيها تطرد أرواح، أو كل الناس تكون محمية من الأرواح، لأنه لازم يكون الشخص مؤمن. نقرأ بمرقس 16 أي 17، وأولئك الذين آمنوا تلازمهم هذه الآيات، باسمي يطردون الشياطين ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ويقبضون على الحياة، وإن شربوا شرابا قاتلا لا يتأذون البتة، ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. هي العملية معلقة بكل شخص مؤمن، بتلازم هذه الآيات. أي شخص مش مؤمن ما في يعمل شيء أبدا، لأن الشيطان عنده سلطان على الناس كلها، بس الأشخاص الوحيدين هن اللي عندهم يسوع، يلي مولودين ولادة جديدة، بيقدروا يطردوا الأرواح الشريرة، ونحن بنشكر رب يسوع بكنيستنا عم تطرد أرواح، وعم في ناس كتير عم تتحرر وعم تآمن وعم تمشي مع الرب. بقى العملية معلقة أنه أنا بنصح كل شخص ما عنده يسوع ما يفوت بالعالم الروحي، لأنه بياكل خبيط وضربات من الشيطان. بس الشخص اللي عنده يسوع بيقدر باسم يسوع يطرد الأرواح، لأنه اسم يسوع في قوة لطرد الأرواح. أمين. وإبليس ما بيخاف إلا من اسم يسوع. بقى أنا بحب أقول لكل شخص مسيحي بالهوية، شخص مسيحي ما بيعرف المسيح، أنا أقول له من كل قلبي أنه ما يفوت بهالعالم الروحي، وما يتعاطب مع الأرواح، وما يروح عند السحرة والكتبة، لأنه هودي بيرتدوا عليه وبيأذي بيته وعائلته، وخاصة إذا بيعمل أمور كتيبة ومكاتيبة وفنجان، بيطبوا الفنجان وبيبصوا، هو بيجيبوا لعنات على البيوت، بيجيبوا لعنات على العيال، حتى الأبراج لحالها يا هنري بيحطوها كل يوم بيسمعوها الناس وعلى الجرايد، الأبراج لحالها شيء وكمان إيه كله هيدا بيأذي. مزبوط. بدنا نشكرك هنري كتير 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 على مدخلتك، رح نبقى نحكي بنعرف سوا عن السحر والتبصير وهيك، حلو انه هيدي الفقره
بتهم الناس لانه كمان تيكونوا واعيين على الموضوع. جيمي عندك على واتساب اجا؟ صحيح عندي على واتساب. اول شيء اجينا اثنين واتساب. اول شيء ماريا ميرسي كثير، ماريا بتبعث لنا سلام بتقول انه هي كثير مبسوطه. ثانك يو ماريا. ووصلنا واتساب ثاني كمان من اليان، رح اختصره بهيك اختصار مفيد، بتقول انه ميرسي كثير على هالريبورتاجات، وهلا كنت عم تقرا شوي عن النيو ايج، وعم بتقول انه في اشخاص كثير منهم مثل ياني هو شخص ما بعرف شو بيقول، هو فاعل بهيدا بالنيو ايج. وكمان عم تسال سؤال هون انه هل النيو ايج خطير قد الالوميناتي؟ هل هن نفس الشيء؟ بقى هون عم تسال سؤال بعتقد مهم لكل واحد منا انه نعرف اكثر. حبيت سؤالها لانه شو حلو انه الشيطان عنده مملكه، وحده باسم نيو ايج، وحدة باسم إليوميناتي، لأنه أكيد بدنا نعرف. في ناس عم بتدق على الواتساب، بليز ما حدا يدق لنا على الواتساب، بعتوا مسج بليز. شو ما يكون اسمها بالنهاية. بدي أقول إنه 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 شو ما كان اسمها كلهم خطرين هن زيتون. حتى إذا لاحظنا كنا عم نفرجي صور التياب، فينا نقول الصورة اللي حاطة صلبين وسيريس مقلوبين وحاطين مثلا علامة تانية بس لونها أسود مثل القميص اللي هي مرسومة بطريقة الرسوم المتحركة، هي ذاتها ذات الهيدا. بس شيطان على كل الزوايا بيضرب طيصيب، كل شيء طيضل، كل شيء طيبعد عن الله، كل شيء طيبعد الناس عن الحق. هيدا شو ما يكون بيوصلك انه انت اله بحد ذاتك، بدك توصل لهالاله. مثل الالوميناتي هدول عم ببيعوا حال وعم بياخذوا مجد ارضي كمان تبع على نفس الشيء. 100%. خليني اخذ فويس اكيد مع الوقت على واتساب، ناطرين بعد انه تبعتوا لنا يا رسالة صوتية يا كتيبة. بس بدي أقول إنه بعد يمكن أسبوعين بيصير واتساب يطلع دغري معنا على الهواء، بس اليوم خلينا ناخده بهيدي الطريقة ونسمع شو بيقول الفويس. بونسوار، أنا عتاب من لبنان، بس حبيت أقول وجهة نظري بالموضوع إنه هول الفنانين وهول المنظمة كل شيء هذا اللي عم يعملوه هذا بدل على خوفهم من إنه الرب يسوع ينتصر على الشيطان. فهن كل هالشيء اللي عم يعملوه هالوسائل وهالدعايات وهالشيء اللي عم يعملوه لأن هن خيفانين إنه نحن ننتصر عليهم، هذا دليل ضعفهم مش قوتهم. وطول ما نحن منحب يسوع ما رح يقدر ينتصر علينا. واو، حبيت كتير هالسلطان لأنه حلوة بهيدي طريقة التفكير. كتير حبيت كيف عم بتقول وهيدي حقيقة. وللأسف بقول لك إنه بس في ناس مش قصة الشيطان بينتصر عليهم، في ناس أصلاً بيقولوا له خدنا تنحنا نكون إنه معك. بعدنا ناطرين واتساباتكم، إذا عندكم صلوات الرقم عم يمرق على الهواء، واتسابات أسئلة مشاركة معنا نحن ناطرين. تمار عندك إشياء تقريها؟ إيه بس قبل ما أعرف إذا كان، بس حابة أقول إنه يمكن احنا احيانا بنبعد عن الاشياء الشيطانيه لانه بنخاف منها وما بنقرب عليها، بس احيانا مثل ما انت قلت بالاول انا حشدد عليها انه احيانا لما نكون نحن تعبانين كثير او لما احيانا لما نكون نحن عن جد عايشين مع الرب رح يجي ابليس، رح يجي باشكال كثير ورح يطلع ورح يعمل اشياء تخوفنا. يمكن احنا ما خصنا ما لنا علاقه باي شيء، بس رح نلاقي انه احنا نتعرض لهالقصص بوقتها. أكيد نحن لازم نبقى عم نعلن اسم الرب يسوع، أكيد لازم إذا فينا نحكي لحدا مثلا إنه إذا بدي أحكي أنا من فترة يمكن شاركتكم، بس صارت معي أشياء ما توقعت إنه تائب تنربط كلها هالقد مع بعض. بالأول كثير ضعت، بالأول خفت، بس كل موقف كل ما كان يصير شيء كنت صلي وأعلن اسم الرب يسوع، ولما حكيت لأسيس أيمن قال لي هيدا الشيء الصح اللي عم تعملي، بس صلي بس أعلني اسم الرب يسوع. جويس قلت لي نفس الشيء ودم يسوع، لأنه أنا افتديت بثمن، فإبليس رح يجرب. أنا من الأشخاص كلياتنا نحن ولاد الرب من الأشخاص أول ما نوعى الصبح إبليس بيجرب بقى يعمل كل شيء قادر يعمله، يجند كل جيوشه لحتى يوقعنا. ولما شوفنا نحن ما عم نوقع، لما شوفنا نحن هالقد مسلمين حالنا للرب رح يضل عم يجرب بطرق يمكن تصدمنا تكون جديده لإلنا. فنتذكر دائما انه نحن الهنا اقوى، هو قادر، هو رغم خوفنا طالب منا انه نحن نآمن، وبس نآمن هو قادر انه يشيل هيدي الاشياء من دربنا. كثير حلو. انا كنت حابه اقول شيء
بتعرفوا في بعض الاشخاص هيك بيكونوا نحن عايشين بمجتمع، بلكي بحكي عن حالي، بمجتمع جدا مش متحفظ، انما كمان بنكون عايشين بقوقعه يلي حاسين انه نحن بامان. في ناس بركي بيفكروا لا نحن ما لازم نوجه انظارنا على هيك امور، احسننا نحطهم على جنب، نحن ما خصنا بهيك امور، خلينا ببيتنا وبكنيستنا وبمدرستنا وبجامعتنا يلي هي. بس انا بالنسبه لي قديش منيح انه نكون عم نوعي الاشخاص على هيك امور ونوعي حالنا تنقدر نفرجي من الطريق الصح، تنقدر نفرجي، لانه خصوصا المراهقين، خصوصا الاشخاص بفتره بحياتهم بيكونوا عم ينبشوا عن الحق. قديش مهم هيدا الشيء انه يعرفوا الاشياء الغلط الموجوده تيقدروا يعرفوا يلحقوا الحق يلي هو. يعني انا بركي بحكي كشخص اذا هلا في اهالي عم يحضروا او اذا في بركي محافظين شوي انه نحن شو عم نعمل، شو عم نفرجي اشياء بركي ما لازم تتفرجى، بس بالعكس نحن عم نفرجي الغلط تنقدر نحط ضوء على الصح وانه يسوع هو الحق. وشغله ثانيه كمان بركي لازم نقول انه في ناس بتفكر انه يي نحن بنخاف من الشيطان ومنخاف، بس دائما نحن انا ونحن عم نطلع وعم نشوف الريبورتاجات، الترنيمه الوحيده اللي كانت عم بدور على راسي شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصره كل حين. بقى بنشكر الرب انه نحن غالبين باسمه، شو ما يكون، شو ما في بهذا العالم، انه نحن غالبين بكل، مش بقوتنا انما بقوته هو.